لا الطماطم ما بيها شيء، بس الباذنجان تاعك عند الباذنجان بالحق. وثاني شيء يعني بسوق المعاش بايت كان. يلا تعليمات الصح. اي بلى ما في شيء. انت على يعتبر من الاول. هذا بني مو عندي، ما عندي. يعني هذا بني جايبوه هسه شو بكاله جديده. قال اعطيني الكرتون ماله، اريد كرتون ماله هذا. انا الهويه الثانيه. كل قلنا فيش كراتين يتلف. وانت تنحال على محطة وترجعنا على الدائرة سويت صحيح على طريق خطر 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 جديد على كل شيء. زي كله جديد. ايضا ما خلص ماشي تاريخ تاج ايش الطماطم عندك؟ هذا كله 3 كله على قد 3 ثلاثة بلف غالي. ليش؟ انت صاحب مولد في مدينه سبب وان وضعت بشهر من المواطنين. نعم. تقدير من سياده المحافظ طبعا بجهود من رئيس اللجنه وخليه الازمه الرقابيه ومحافظه مدينه يقدموا لك هذا الشكر طبعا والثناء اللي انت قمت به من اجل تقديم خدمه للمواطنين ان شاء الله بتبرعات الموالدات. نشكرك ان شاء الله كلها تاخذوا حلوك اصحاب الموالدات وباقي الاسواق وكل الناس المتيسرين ان ياخذوا الحلو جنابك. بارك الله فيك. خرجنا اليوم كلجنه متابعه الى الاسواق المحليه في منطقه المنصور في الساحل الايمن من مدينه الموصل، وكذلك إلى محلات الجملة في منطقة النبيشيت. اطلعنا على المواد اللي تتباع في الأسواق وأسعارها وكذلك صلاحيتها الصحية. شفنا محلات الفاكهة والخضرة كانت المادة مو بالمستوى المطلوب، الأسعار مناسبة لكن المادة مو بالمستوى المطلوب بحجة أنه أول يوم منع التجول ما فتحوا فبقت المادة داخل المحل وتأثرت بالظروف الجوية. وجدنا بعض المواد التالفة في قسم من محلات البيع المواد الغذائية، وكان برفقتنا هيئة الرقابة الصحية فاتخذوا الإجراء المناسب لسدد إتلافها موقعياً. بعدها تنقلنا إلى أحد أصحاب المولدات في منطقة النبيشيت وهو مولدة النبيشيت. صاحب المولدة سبق وأن تبرع مجاني لمدة شهر لأبناء المنطقة، فكتبنا في وقتها على هذا العمل الرائع، فوجه السيد المحافظ المحترم كتاب شكر رسمي إلى صاحب المولدة وإحنا دورنا وصلنا كتاب الشكر وشكرنا ايضا نيابه عن خليه العزيز. صراحه مثل ما ذكر السيد العميد انه كانت البضاعه غير المستوى المطلوب اللي موجوده في السوق، لانه كان اكو بها ذبلان من نتيجه ممنوع التجوال وعدم السماح لبعض المحلات بفتح محلاتهم في اليوم الاول والثاني من ممنوع التجوال، وهذا العذر اللي كانوا يتعذرون به اصحاب المحلات ومحلات اللحوم ايضا. ومن بعد ذهبنا إلى منطقة النبيشيت أسواق الجملة بالقرب من المحافظة القديمة، وأيضا وجدنا بعض المخالفات الخفيفة، وكانت معنا لجنة الصحة الرقابية وقامت بإجراء اللازم حول موضوع أي مادة كانت تالفة أو منتهية الصلاحية. تم القيام بحملة مشتركة ظهر هذا اليوم في منطقة جانب أيمن من الموصل، وتم العثور على مواد
غير صالح استهلاك بشري، منها صدر دجاج وتم إتلافه نتيجة سوء الخزن، وأيضا تم العثور على بيض لا يوجد عليه تاريخ إنتاج ونفاذ وتم إتلافه وتبليغ أصحاب المحلات بضرورة متابعة تاريخ إنتاج ونفاذ المواد الغذائية لصالح العام والتزامهم بشروط صحية المبلغين بها وارتداء الكفوف المطاطية وماسك على الأنف منعا للإصابات بالكورونا. نعم عندنا مفارس تطلع على المناطق اللي تجينا منها شكاوي مثل 17 تموز الجديدة، كل المناطق احنا متابعينها من خلال فرقنا الجوالة بالإضافة إلى حملات مشتركة مع خلية الأزمة.